السلام عليكم يا دكاترة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن السايكلوفوسفامايد. حقيقة السايكلوفوسفامايد بأمانة شديدة مش من الحاجات اللي الناس كتير بتستخدمها، يمكن بيستخدموها اللي عندهم أدماشن بس، لكن أي حد في عيادة ما بيستخدمش السايكلوفوسفامايد بسهولة. يمكن بتوع الريماتولوجي وال يعني والكونكتيف تيشو والأوتو إيميون ديسيز بيستخدموه. إحنا ممكن نفكر فيه في حالات الفاسكلايتس وفي حالات الجلد اللي هو يخص الكونكتيف تيشو، وممكن نفكر برضو في حالات البولس ديسيز وخصوصا الريفراكتوري فور تريتمنت. قبل تاريخ المحاضره ديت انا كنت يعني داخله اقول لكم عايزين نفعل الرول اوف سايكلوفوسفامايد، لكن حقيقه بعد ما تبحرت كده في شويه نقط فيه لقيت الموضوع لا مش سهل، ونفكر 1000 مره ونخليه بس للريفراكتوري كيسز ويبقى معانا تيم ورك عشان جايد وانفستيجيت الحاله ويفرمل في الوقت المناسب. سايكلوفوسفامايد نازل السوق باسم اندوكسان وسيتوكسان في اقراص 25 وفي اقراص 50. يفضل ان هو يتاخد على معده خاليه، لكن في ناس بتشتكي من جي اي تي ابسيت فممكن عادي تاخده بعد ميلز بس ما تبقاش ميل كبيره. الهايف لايف بتاعه سريع حوالي 6 ساعات ونص، ميتابولايزد ان ذا ليفر اند اكسكريتد ان يورين، وده حاجه في غايه الاهميه لان اي شخص عنده مانيفستيشن اوف يورينري ابستراكشن ما ينفعش ان انا اديله، او لو مضطر ان انا اديله لازم يعني اعالج اليورينري ابستراكشن اللي عنده لان ده هيزود التوكسيستي اوف سايكلوفوسفامايد. الميكانيزم اوف اكشن هو بيروح ماسك في الدي ان اي والار ان اي وبيمنع البروتين سينسز، فهو انتي نيوبلاستيك وما دام بيمسك الدي ان اي والار ان اي فهيعمل نوع من الميل وسبريشن. لو جينا اتكلمنا عن المشاكل بتاعته ومن المشاكل بتاعته او من الاكشن بتاعه هنبدا نعرف ايه هو الكونتر اندكيشن. اولا على مستوى الجلد ممكن بيعمل الرجي ومنهم التوكسيك ابيدرمال نيكروليسيس، ودي حاجه خلتني كده لا افكر 200 مره قبل ما ادي سايكل فوسفامايد. حقيقه بما انه ميل سبريشن وبيقلل الدي ان اي والار ان اي وبيقلل السيلز الاميون سيلز، واحنا عارفين الاميون سيلز ليها رول قوي في تو كومبات اجينست انفكشن اند كابسينوجينيك او انكوجينيك، فهو ليه يعني كابسينوجينيك افكت رغم ان هو بيستخدم في الكانسر. ليه ميوتوجينيك افكت، وبالتالي الست الحامل اللي هي ناويه ماشيه على سايكل اللي هي سوري مش الست الحامل، الست اللي ناويه تحمل وهي كانت ماشيه على سايكل فوسفامايد في حياتها في بيبر كاتبه ان هي المفروض تستنى سنه بعد ستوب اوف تريتمنت، وفي كتب كاتبه ان هي سواء ميل او فيميل قبل ما يفكروا في حمل لازم يستنوا 4 شهور. الفيرتيليتي بتعمل جونادل سبريشن، وقريت فيها حاجه خطيره قوي تخليني برضو افكر كتير قوي، ان هي قالوا ان لو واحد خد كورس 5 فلوريسال وميثوتريكسيت وسايكلوفوسفامايد لمده 6 شهور بيعمل بيرمننت اوفيريان فيلير، حاجه رهيبه ومخيفه. ورغم ان الكورس اللي انا بقوله ده كورس علاج كانسر الا انه للاسف في بعض الانستيتيو بتدي الكورسات ديت بسهوله وباريحيه، هو الشخص بيستريح من البولس ديسيز لكن بيفقد حاجات كتيره جدا، يعني بدايه من الجونادل فانكشن لحد ما بيفقد حياته، يعني هو بيخلص من البولي بس برضه حياته بيخسرها برضه في نفس الوقت. ليه كارديو توكسيك افكت وممكن يدي مانفستيشن في كونجستيف هارت فيلير، فبالتالي افكر 1000 مره قبل ما اديه لعيان عنده هارت ديسيز. احيانا بيعمل بالمونري اديما، فالشخص اللي عنده بالمونري كومبليكيشن افكر 1000 مره قبل ما اديله السايكلوفوسفامايد. زي ما اتفقنا مع بعض هو ميلي اكسكريتد ان يورين فافكر برضه 1000 مره ولازم اعالج اليورينري ابستراكشن او اي سيمتومز اوف يورينري ابستراكشن. في البريجنسي كاتيجوري دي فبالتالي ما ادهوش لواحده حامل وبينزل في الملك وممكن يعمل مشاكل للطفل، فما ادهوش لواحده لاكتيتنج. في بيبر واحده بس قريت فيها ان الست تستنى اسبوع وبعد كده عادي ترضع، لكن يعني حقيقه النقطه دي انا قريتها في بيبر واحده ما يعني ما شفتهاش في بيبر تانية. كده تقريبا قلنا السايد افكت. من ضمن الحاجات اللي بيعملها بيعمل هايبر بروثرومبينيميا، فبالتالي بيقلل الكواجيوليشن، فافكر لو عيان ماشي على وارفارين او هيبرين افكر قبل ما اديله. بيعمل هايبر جلايسيميا في عيان الدايابيتك برضو اخلي بالي. الناس اللي في دراج انتر اكشن، الناس اللي ماشيين على مجموعه الالبيوبينول ومجموعه الدايبيتكس بيزود، يعني الالبيوبينول والدايبيتكس لما بتتاخد في عيان ماشي على سايكل في السمايد بيزود الميلو سبريسيف افكت، وده احتمال برضو يفسر ليه انا ما اديش الالبيوبينول في اللي ياخد ازا سايبرين. يعني انا كان في دماغي ان ليها حاجه ليها علاقه بالسايبريك اسيد كميتابولايت للازا سايبرين، لكن في السايكل في السمايد كان بيقول صراحه ان هي ان الالبيوبينول والدايبيتكس بتزود الميلو سبريشن بتاع السايكل فوسفامايد. وكمان
زي ما قلنا الوارفارين والهيبرين، وهي يعني اخلي بالي لانها انتي كواجولانت وهو ليه انتي كواجولانت افكت، يعني بيقلل الكواجوليشن. تاني حاجه انا يعني في دراكس كتير بس انا مسكت لكم الدراج اللي توميا كلورامفين كول اللي هو اللي موجود في الانالارج بيقلل الافكت بتاع سايكلوفوسامايد. فلو شخص ماشي على حاجه مجموعه من الانتي هيستامين اللي هي زي الانالارج ممكن ازود الدوز بتاعت السايكلوفوسامايد شويه. الشخص الناس اللي ماشيين على الاندوميسيسن، والاندوميسيسن ده انتي انفلاماتوري بنستخدمه في حالات الابسيما ندوزم، وخلي بالكم سايكلوفوسامايد مثلا ممكن استخدمه في السيستميك اللي ايه، ويكون السيستميك اللي دي عندها ابسيما ندوزم، فالعيان دوت الاندوميسيسن تزود البلمونري ايديما في عيان اللي ماشي على سايكلوفوسامايد. يبقى ممكن اني اكون انا كجلد ما بستخدمش السايكلوفوسامايد قوي، لكن ممكن قوي عيان يكون محجوز في رعايه ويندهولك ويقولوا لك ايه رايك العيان ماشي على سايكل فوسفامايد مثلا وعنده شيدنج اوف سكين، فتفكري تقولي اه ده التوكسيك ابيديرما نيكروليسيس يحصل. بالصدفه يقول لك مثلا عمل لك ريفير وقال لك ده العيان ده ماشي على انالارج واحنا عايزين نمشيه على سايكل فوسفامايد، فتقولي له خلي بالك الانالارج اللي انت بتاخده ده هيقلل لك السايكل فوسفامايد افكت. العيان ابسيما نيدوزم وقبل ما تكتبي له الاندوميسيسن وهو في رعايه ماشيينه على سايكل فوسفامايد تفكري 1000 مره، لان كده ممكن تزولي البلمونري اديما وهكذا. يعني سايكل فوسفامايد يمكن ما نستخدموش كتير، ولكن ممكن يكون في ايدك انت كلو لحاجات كتيره. ممكن تكون في ايدك انت في ناس بتحب تعمل كومباينيشن، يعني في ناس بتروح ايه جامعه كام اميونو سبيسنت مع بعض وتقضي على الديسيز. فكري 1000 مره زي ما قلت لك، انت ممكن تقضي على حياه ست يعني فيرتاليتي وتقضي على كواليتي اوف لايف بتاعتها بعد 6 شهور مثلا من ميثوتريكسات وفايف فلوريا سالو سايكو في السومايت، دخلتيها في بيرمننت اوفيريان فيليا. مش بس ان هي مش هتخلف، لا دي كمان انت قضيتي عليها كفيميل عندها بقى يعني خلاص بتدخليها في سن ياس بكل مشاكل سن الياس بروزس بالليبلتي تو سام تايمز كانسر، الشكل بتاعها شكل الرينكلز وهكذا. فانت فكروا 1000 مره قبل ما تعملوا كومباينيشن. ما تعملوش كومباينيشن وخلاص الا لما تفكروا. عشان كده مهتميه ان كل مره بكلمكم فيها في دراج بجيب لكم الدراج انتر اكشن. اه ما لا يدرك كله لا يترك كله، صعب ان احنا نجيب كل الانتر اكشن او نعرفها كلها، ومسموح لنا ان احنا نبص في الاندكس ونشوف الانتر اكشن، لكن انت يبقى عندك برضو البدايات الدايبيتكس الاليبيورينول الانالارج الاندوميسيسن الوارفرين الهيبرين كل الكلام ده في عين السايكلوفوسفامايد لا عليك كويتش مارك كتيره جدا. تمام، يبقى معنى كده ان انا ممكن اجيب الكونترا اندكيشن. اه الكونترا اندكيشن لو عيان ماشي على حاجه من مجموعات الدراجز ديت ده يعني في حاجات كونترا اندكيشن، في حاجات ريلاتيف كونترا اندكيشن او اخد شويه بريكوشن. السيستميك ستيرويد لما بيتاخد مع سايكلوفوسفامايد ماي انكريز اور ديكريز، يعني ممكن يزود الافكت بتاع سايكلوفوسفامايد ممكن يقلله، فانا بخلي بالي وانا باخد السيستميك ستيرويد بتدي الدوز بتاعتك بتدي مثلا على اللو دوز نص مللي جرام بالكي جي وشوف الدنيا ماشيه ازاي، هل العيان دخل مثلا في سايد افكت سريعه او العيان ما كانش مستجيب سريعا وهكذا. احنا اتفقنا ان الاقراص اللي نزل سيتوكسان والاندوكسان نزل الاقراص 25 ونزل الاقراص 50، احنا بندي يعني احنا في الكورسات بتاعت الكانسر وبتاعت الحاجات الكبيره بتاعت الاي سي يو احنا مالناش دعوه بيها، مش احنا اللي بنديها، بتتعاطى في هاي دوز. لكن احنا بالنسبه لنا بندي كده في لو دوز، يعني بندي قرص 50 ممكن مره او مرتين في اليوم وتسجلي في حالات ريفراكتوري بنفيجويد او بنفيجاس وجابت نتائج ايه كويسه، بس علما طبعا بالمشاكل بتاعته. من ضمن السايد افكت بيعمل جي اي تي، يعني بيعمل نوزيو فوميتنج ودايريه وبيعمل حاجه هيموراجيك كولايتس وهيموراجيك سيستايتس، فنخلي بالنا برضو من القصه دي في السايكل فيسونايت. ده تقريبا الحاجات اللي هي عليكم في سايكل فيسونايت، ما عليكمش اكتر من كده. فكر في سايكل فيسونايت في اضيق الحدود لما تكون خلاص الموضوع ريفراكتوري وفي حالات البولس والعيانه هتموت مني خلاص وخلاص انا مضطريه الله غالب هدخل الحاجات، بس ابقى قوي بالمجموعات هل العيانه دي جايه لي بيقول، لان العيان المصري عنده كذا حاجه في نفس الوقت، فاخلي بالي هل هو بياخد مجموعه دراج ثانيه ولا اي حاجه. اللهم انك عفو عظيم حليم كريم تحب العفو واعف عني. اللهم بلغنا ليله قدرك وارزقنا فيها على قدر قدرك. لو في اي سؤال انا معاكم. معلش يا دكتوره نسيت اقول لكم هاو تو انفستيجيت ا كيس اوف، يعني ازاي اعمل فولو اب او مونيتورنج الكيس اون سايكل فوسفامايد، طبعا السي بي سي عشان ما يجيله سبريشن وما ينتج عنها من لايبيليتي للبليدنج والانفكشن. ليفر فانكشن يعني مش هو ملوش لود على الليفر قوي، لكن الافضل منه بين الفانكشن، فبعمل يورين اناليسيس وبتابع اي علامات يورين ريستراكشن. لو العيان بيدي هيستوري ان هو عنده مشاكل في الهارت او عنده مشاكل في البلمونري ابعد، يفضل ابعد عن سايكل فوسفامايد. او لو انا شاكه كده المفروض ان انا بعمل انفستيجيشن اللي ليه علاقه بالهارت، زي مثلا ليبيد بروفايل، زي مثلا اقيس البلاد بريشر وما شابه. ده كده الحاجات اللي انا بتابع بيها الحالات اللي ماشيه على السايكل فوسفامايد.
يعني كده تقريبا لو افتكرت حاجة بزودها. اعتقد يعني الجزء ده بس اللي انا نسيت ان انا اتكلم عنه فيما يخص سايكوفيسونات.